واخيرا اخيرا اخيرا قدرت نصور لكم هذا الفيديو، واخا مازال ما درتش الطابل ديال المكياج اللي كنت بغيت ندير في لاشامبر، ولكن قلت عيقت يا حفصه صوري لا فيديو وشاركيها وبارطاجيها مع الناس. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنحماق عليكم بزاف بزاف، وبوسات كبارين ولهلي خديكم عليا. اليوم غادي نشارك معكم كل شيء واي حاجه حطيتها في هاد لاشومبر، وكل حاجه منين خديتها. هنايا غادي نبدا معكم بهاد الكوفر لي اللي خديت فاش تزوجت. بيان سور خديت هاد اللون الابيض، زوين صراحه اللون الابيض، يعني ما يدي موضاش ما يطلعش في الراس. هاد الكوفر لي خديته من عند واحد السيد، غادي نخلي لكم النمر ديالو المحل في الاخر ديال الفيديو. كنحماق عليكم وليداتي، والله يحفظكم ليا، وشكرا شكرا شكرا من القلب للقلب على اللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم. واي واحد كياخذ يعني كيعطيني من وقته وكيشوف صراحه كتفرحوني بزاف. واي وحده كتكتب ليا شي ميساج زوين هلا يخطيكم. نتمنى الفيديو زعما يلقى بزاف ديال الاقبال، لانني كنصوره بواحد الحب وبواحد ما نكذبش عليكم واحد الفرحه راه ما تصوروش البنات. بيان سور كنهضرش مع البنات والدراري، اي واحد غادي يشوف هذا الفيديو كنقول لك مرحبا الف مرحبا، تستاهل هذا كيقولوا التمر والحليب. بون غادي نبدا لكم بلولي، صايبته عند طابيسي، غادي نخلي لكم النمر ديالو بيان سور. وبالنسبه للولي شحال تقام عليا، خديته ب 3000 درهم لانه فيه الكوفر، كيجي بحال هكا انفاس مع الباب، وكتقدري تهزي داك التحتاني ديالو وبلا ما تحيدي الماطلة، يعني كتهزيه بالماطلة ديالو وكيطلع هو بوحدو. تقام عليا بالكوفر ب 3000 درهم صراحة، زوين عجبني عملي. هذاك الكوفر خلاص بلا ما نتذكرو عليه كيهز ليا الروينة والفضيحة. وهنايا خديت هاد لاطابل دو نوي من عند ايكيا، دايره هنا حدا راسي هاد كوطون تيج كوطون ديسك. هاد الوريضه اللي خديتها من عند اسباس تورك، هاد المشيطه اللي خديتها من درب سلطان قصرية السعيدي بشي 20 درهم، هذيك الوريضه بشي 15 درهم يمكن ولا 10 درهم، هاد خديته ب 20 درهم من اسواق السلام. وهادو خلاص راه من ايكيا راه معروفين، هادو لي بانسو ديجا كنت شاركتهم معكم. وهنايا عندي هاد الارموار اللي خديته من عند واحد السيد، تقام علينا بشي واش 5000 درهم ولا 4000 درهم، درنا فيه 55 سنتيم فهاديك لابارتي. وهنايا فيه شي متر وستين، وفي العلو فيه شي 2.50 متر. هنايا قربت لكم الجرفليكس باش تشوفوا، هذا راه ماشي باركي، هذا جرفليكس. وهنايا غادي نوريكم المجورة، الصراحة كيجيو زوينين المجورة هذا ديال ايكيا، غير هما ما كيبغيوش الماء. هنايا بالنسبه للناس اللي غيسولوني على لولي، هذه راه كتجي بومبي صراحه، كتجي زوينه يعني ما تدغاج ما والو، ما تقولوش راه واحد شويه وغتدغاج ولا غت. وخديت هاد التوب اللي كيكون اونتي طاش، صراحه زوين حتى هو، كيف كطاش عليا كنجيب غير زيف، عطاني زيف من هاد الناموسيه وتنمسحو وتيحيد. هنايا خديت هاد لو غيدو من عند ايكيا ب 130 درهم، كتكون غير شبيكه ولكن كتجي زويونه. غير هنايا ما عرفتش علاش ما كيبانش اللون ديالو، حيت يمكن جا البيض في البيض ما عطاش. بيان سور قلت لكم هنايا الماريو، نسيت ما قلت لكم الثمن، شي 5000 درهم ولا 4000 درهم، ولكن راه زعما هاز الفضيح. هنايا كيجيو هذوك الخطيطات في الناموسيه بحال كيف تدولي. الماطلة خديتها من سيدي معروف، كارفور ديال سيدي معروف، خديت بشي 3400. وهاد الكوفر لي خديتو ب 700 درهم، هادو غير الفرحة ديال الزواج وداكشي، هادشي علاش خديتو. وصراحة زوين يعني اي واحد كيشوفو كيعجبو. هادوك اللمبات اللي جاو في الجناب البنات خديت من عند ايكيا، خديت غير هادوك بوحدهم، والشابويات بوحدهم طاحوا عليا بجوج يمكن بشي 250. هنايا هاد الكوفر لي ديال الناموسيه صراحه في 6 ديال البياسات، زوين بزاف، توب كاليتي غزاله، غير هذا ما فيهش لاستيك يعني كيخصك تجري على الناموسيه.
هذا باش الكوفرلي وجوج مخاد، جوج مخاد الدخلانيين وجوج مخاد الفوقانيين، والليزر الدخلاني وهاد الكوفرلي الفوقاني، يعني كيجيو ست البياسات. انا هنحاول نخلي لكم النمرة ديال السيد، وكنحاول نقرب لكم حتى الكوفرلي باش تشوفوه في هاد الشبيكه. صراحه زوين، كيجي بحال داكشي ديال التواركه، زوين. الناس اللي كيعجبهم هادشي ديال التواركه غيعجبهم هاد الكوفرلي. انا اون فوا وريه لي في لافوتو، صراحه عجبني بزاف. كاين فيه الغوز وكاين فيه يمكن الكري، ولكن انا عجبني هاد البيض بزاف. هنايا نوريكم الزجار فليكس اللي كيبان صراحه بحال الباركي، اللي كيشوفو كيقول لي باركي. اي فوالا، هذا هو لا شومبر. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. نضرب لكم موعد الفيديو الجاي. تهلاو ليا في رياسكم. السلامه.